أخبار اليوم. في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة النجم عامر منيب، لقبه جمهوره بملك الرومانسية. هو عامر محمد بديع منيب، ولد عام 1963 ميلاديا في حي الدقي بالقاهرة لعائلة فنية. فجدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب التي كانت تصطحبه إلى المسرح وهو لم يجتاز السادسة من عمره. حصل على بكالوريوس التجارة بتفوق عام 1986 ميلادي، ثم عين معيدا بالجامعة. ترك خلفه زوجته السيدة إيمان الألفي وبناته الثلاثة مريم وزينة ونور. قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة انتقل بالغناء بها في الفنادق الكبرى. لم يكن له أغاني خاصة به في بداية مشواره، بل كان يقدم أشهر وأجمل أغاني التراث القديم مثل عبد الحليم حافظ، وحقق بها شهرة جيدة. ثم قرر أن يكون له لونا غنائيا خاصا به، وقرر أن يصدر أول ألبوم غنائي له يحمل صوته بأغانيها المستقلة. رحم الله منيب، فقد كان فنانا لدرجة إنسان. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف، أخبار اليوم.